وانت اول تقرير كده حلو يفرح ويبهج الواحد على الصبح ويديله طاقه ايجابيه ويأكد كده ان المصري دايما بطل في كل مكان في العالم. تعالوا نشوف رحله بطوله للرحاله المصري ابراهيم النجدي. ابراهيم النجدي شاب مصري قام برحله استكشافيه على متن دراجه ناريه لف فيها الهند لوحده، تحديدا سلسله جبال الهيمالايا. احنا شايفين الشاب البطل اللي رفع علم مصر ولف الهند في مده تصل ل 15 يوم. ابراهيم النجدي قطع مسافه تصل الى 4000 كيلو متر رفع فيها علم مصر، وقال انه وهو اصلا يعني من تحديدا من محافظه دمياط، قال انه نجح في تسلق اعلى طريقين في العالم. الطريقين دول موجودين في الهند، طريق اسمه خارودونج لا، وده ارتفاعه 18380 قدم، حاجه طبعا رهيبه وحاجه فيها تحدي شديد جدا. أكيد. والقمة الثانية كمان بترتفع حوالي 1500 متر عن قمة إيفرست اللي هي تعتبر من أعلى القمم في العالم إن لم تكن أعلاها يعني. وكمان إبراهيم النجدي استطاع أنه يعبر أخطر طريق في العالم بيسموه طريق ساش باس. إحنا شايفين دلوقتي صور الرحالة المصري إبراهيم النجدي، حاجة جميلة جدا ومبادرات حلوة. أنا دايما تحس أنه عايزين يرفعوا علم مصر في كذا، كان في كذا حاجة قبل كده رائعة. لا ده كلام جميل، واحنا دايما بنقول ان اي مصري بيرفع علم مصر وبينجح في الخارج احنا او بيلفت كمان نظر العالم ليه بشكل محترم، احنا اكيد كلنا بنفتخر بهذا المثال. فبريم النجدي تحيه ليك طبعا، رحاله مصري متميز جدا. خلينا